هنا في بلدة كفر عقب الواقعة شمالي القدس المحتلة خارج الجدار الفاصل، يقطنها أكثر من 70,000 فلسطيني، معظمهم من حملة الهوية المقدسية، يحرمون من جل خدمات بلدية الاحتلال الإسرائيلي رغم أنهم يتبعونها في جميع القوانين التي تفرض على المقدسيين. هذه البلدة باتت اليوم مطروحة لأن تكون جزءا من عاصمة فلسطين، بالإضافة إلى بلدة أبو ديس ومخيم شافاط شمالي المدينة المحتلة، وذلك ضمن ما يسمى بصفقة القرن. مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين والذي تبلغ مساحته حوالي 200 دنم ويقيم فيه حوالي 20,000 نسمة، فهو يعتبر جزءا من البوابة الشمالية لمدينة القدس، وهو الأقرب إلى المحيط الفلسطيني، وأغلب سكانه من حملة الهوية المقدسية، ما يجعل إبعاده عن المدينة المقدسة هو الخطوة الأفضل لإسرائيل. وتشكل بلدة أبو ديس البوابة الشرقية الجنوبية للمدينة المحتلة بعدد السكان يبلغ نحو 40,000 نسمة، وبالإضافة إلى مساحتها التي تصل إلى حوالي 30,000 دنم واتساع أراضيها، فهي متواصلة جغرافيا مع مناطق الضفة الغربية. لا يمكن أن يتم فصل العاصمة عن المسجد الأقصى المبارك، إن ضرورة وجود المسجد الأقصى المبارك في قلب العاصمة هو ما يمكن الموافقة عليه. نحن لا يمكن التنازل عن الثوابت، المسجد الأقصى المبارك، حق العودة. بيوتنا جزء من مدينة القدس، وشوارعنا جزء من مدينة القدس، ونحن المقدسيين في مخيم شعفاط جزء من مدينة القدس، ونحن لا نعترف إلا بالمدينة القدس هي العاصمة للدولة الفلسطينية. قرار باطل ومرفوض وبيأثر علينا، والقدس ما حدا ما بتخلى عنها، لا مش الشعب الفلسطيني ولا الشعب الإسلامي جميعا. احنا بنرفض ان تكون عاصمتنا مخيم شعفاط، احنا بدنا تكون عاصمتنا القدس. استبعاد هذه المناطق الثلاثة وسلخها عن مدينة القدس المحتلة يعتبر بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي إنجازا كبيرا في سعيه لتهويد المدينة، فهذه المناطق تشكل امتدادا جغرافيا للأراضي الفلسطينية، وفي ذات الوقت تضم كثافة سكانية عالية من المقدسيين، والتخلص منها يعني التخلص من أكثر من نصف الفلسطينيين الذين يحملون الهوية المقدسية وحرمانهم من جميع حقوقهم. اليسار الإسرائيلي واليمين الإسرائيلي يتفق على أن التخلص من السكان الفلسطينيين، فعندما قال بأن العاصمة أبو ديس وكفر عقب، هو تكلم على التخلص من سكان حوالي 200,000 فلسطيني خلف الأسوار، من أجل أن يعود مرة أخرى إلى القدس الشرقية في قلبها البلدة القديمة التي بها الأماكن المقدسة، ومن ملك البلدة القديمة ملك العالم، لأنها هي الجوهرة وهي التي تدر الذهب ما دام هنالك ديانات ثلاثة يحجون إليها إلى هذه الأماكن. ما يسمى بصفقة القرن جاءت معارضة لكافة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وعلى رأسها قرار 242 الذي يدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة عام 67، والقرار 476 الذي يعلن بطلان كافة الإجراءات التي تغير طابع القدس باعتبار أنها مدينة تحت الاحتلال، ما يعني أن ترامب ونتنياهو بطرحهما لمخطط صفقة القرن يخرقان القوانين والمعاهدات الدولية كافة، وهو ما يعتبر جريمة بحق الفلسطينيين. نهاد حجازي، المملكة، القدس المحتلة.